سموحة 3 أشواط مقابل لا شيء، ثم دور الثمانية 6 أكتوبر 3 لا شيء، ونادي الشمس بنتيجة 3-1. تشكيلة النادي الأهلي: مدير فني كابتن حمدي الصافي، ياسر صلاح مدرب عام، مجدي بيبو مدير إداري، إيهاب عبد المنعم إداري، رانيا عبد العزيز مخطط أحمال، أيمن فؤاد محلل تقني، منة طلاق عادل أخصائي علاج طبيعي، مشرف عام ممدوح نور. اللاعبات: نهلة سامح رقم 8، شروق فؤاد رقم 9، 7 مريم مصطفى وليبرو الفريق، مريم متولي رقم 20، آية الشامي رقم 1، دانا شوقي رقم 6، رنا الجوهري رقم 18، فريدة العسقلاني رقم 12، نور الله ياسين رقم 3، نرمين المنشاوي رقم 13، رحمة المهندس رقم 14، كاترين رقم 5، مايا ممدوح رقم 10، وآية شكوكو رقم قدامنا، يعني إن شاء الله بإذن الله رقم 10. نادي سموحة سبورتينج عفوا بيدخل اللقاء بواحد سندس عطية، لينا طارق رقم 3، ملك فعم رقم 4، ندى محمد رقم 5، ياسمين محمد رقم 7، سلمى عصام رقم 8، ليلى محمد رقم 13، منى محمد محمود رقم 17، ويمنى محمد عبد الفتاح 18، ملك خالد رقم 19، وهند نبيل رقم 20، سارة طارق ليبرو رقم 6، وهدير محمد كمال رقم 14. مدير فني الكابتن محمد صلاح، وأحمد صابر مدرب مساعد، أماني محمد الممرن، ونورهان الحسيني الطبيب. إرسال قدامنا في بداية اللقاء مع اللاعبة معدة الفريق شروق فؤاد. شروق لاعبة متمكنة على درجة عالية جدا من الكفاءة، معدة فعلا بيشهد لها النجاحات سواء في بطولة أفريقيا التي انتهت منذ قليل، ثم انتقلنا إلى بطولة أفريقيا للرجال واللي توج النادي الأهلي بها بطلا أمس بعد مباراة قوية جدا مع نادي الجيش. النادي الأهلي الحمد لله قدر إن هو يحصد اللقاءين البطولتين بنجاح. إرسال قوي من شروق، شايف استقبال طبعا في بداية اللقاء بكرة خاطئة، إرسال قوي من شروق فؤاد، يعني ميزة لاعبات النادي الأهلي إرسالاتهم قوية وعلى درجة من القوة، بيقدروا إن هم أهو تاني إرسال كرة جاية باستقبال وحائط صد جيد من آية حمدي الشامي وفريدة العسقلاني بنقطة مباشرة 2 النادي الأهلي لا شيء نادي سبورتينج. قدامنا طبعا تشكيلة النادي الأهلي، شروق وآية ونهلة موجودة وكاترين ومعاهم فريدة العسقلاني طبعا، وكرة قوية بتشوطها آية ولكن بتحطها في ايد حائط الصد اللاعبة رقم 8 سلمى عصام، وكرة بتتاخد بلوك 1 سبورتنج 2 النادي الأهلي. لينا طارق ارسال قوي، استقبال من نهلة، كرة بتيجي وبتتشاط قوية جدا من آية، وفي حائط صد جيد مي، ارسال طبعا ارسال قوي، لسه بداية اللقاء 2-2. لينا طارق استقبال مريم مصطفى، وكرة بتتحط كده سهلة وبترجع مي بترفعها، ولينا طارق بتشوت كرة سهلة بترجع تاني، ونهلة بتحط كرة جميلة بريست ايديها ترجع تاني، الكرة لينا بتعديها، وآية بتسقط كرة كده ممشيها على ايديها في مركز 6، ما يبقاش عليها ديفنس جيد، لمحت اللي اللاعبات متثبتين مفيش حركة. نهلة كابتن فريق النادي الأهلي ارسال قوي، استقبال زي ما احنا شايفين كده جاي مش مميز، وكرة بتتشاط خارج الملعب ولكن اللاين زمان قال ان هي داخل الملعب، فيها شك كبير ولكن احنا طبعا بنحترم حكام ما بنقدرش نتكلم.
فريدة العسقلاني مفتوح سريع باين جدا ما بين مركز 3 و4، بتحطها في مركز 1 بديفنس ما يطلعش. 4 النادي الاهلي 3 نادي سبورتنج. فريدة العسقلاني ارسال قوي، بتستقبل لينا الكرة بترجع سهلة وقدامنا، وكرة قوية كاترين بتشوطها من 4 في 6 بترجع تاني، وحائط سد جيد من كاترين ونور ياسين قدامنا بتعدل النتيجة 5 النادي الاهلي 3 نادي سبورتنج. فريدة العسقلاني على الارسال، ارسال قوي ولينا استقبلت المرة دي، وكرة قوية وآية حائط صد جيد ترجع تاني، الكرة سهلة وكرة قوية بتشوطها نور ياسين من مركز 3 في مركز 6 بنقطة مباشرة. برافو عليك يا نور. هتبتدي شروق تشغل نص الملعب، واضح نص الملعب طبعا في النادي الاهلي مميز، مش هنقدر ان احنا نقلل من قدرات لاعبات سبورتنج، ولكن عندنا النادي الاهلي عنده نص الملعب جيد، اللعيبه صغيره السن فرحه بتلعب من منتصف الملعب، شفناها عملت مباريات جيده في البطوله العربيه، ولكن ضربه قويه بترجع بكوره فري بول كده شاطتها بقوه آية حمدي في نص الملعب. 7 النادي الاهلي 3 نادي سبورتنج، وما زال الارسال فريدة العسقلاني، ارسال قوي ده تالت ارسال ليها، الكرة بتتسقط، شايفين طبعا فريدة بتجيب ديفنس جيد جدا، وكرة قوية وحائط صد قوي من كاترين ونور، شايفين الكرة اللي فاتت دي اول تكنيكال تايم او 8 النادي الاهلي 3 نادي سبورتنج. شفنا الكرة اللي فاتت دي تحرك جميل جدا من ديفنس رائع من فريدة العسقلاني، جابت الكرة من نص الملعب عشان يتعمل كونتر اتاك او هجوم مضاد جيد بشكل واضح. متفق طبعا الكابتن حمدي الصافي على جمل مع اللاعبات بينفذوها بشكل مثالي لغاية دلوقتي. الكابتن محمد صلاح المدير الفني نادي سبورتنج مفيش جمل معمولة، الاستقبال مش مظبوط حتى الآن. كرة قوية اهي، اول كرة بتطلع، برافو عليك يا فرح، وكرة قوية جدا بتشوطها كاترين من 4 في 4 بتيجي في ايد الديفنس وبتطلع الكرة خارج الملعب لينا، كرة قوية. دي اللاعبة فرحة اللي أنا قلت عليها إن هي صغيرة السن جيدة، وكرة استقبال جيد بنقطة، سندس رفعتها في مركز 2 اتشاطت أهي قدامنا، و4 نادي سبورتنج 9 النادي الاهلي. سلمى عصام ارسال قوي، كاترين بتستقبل، كره بتتعلى وبتتشاط، كره قويه من مركز 4 شيطها كده من نقطه ومكان عالي عن حائط الصد اهي في نص الملعب. 10 النادي الاهلي 4 نادي سبورتنج، وآية حمدي وإرسالها القوي، شايفين طبعا بتلعب إرسال قوي في الأجزاء الخلفية من الملعب، مركزة عارفة تحط الكرة فين، ما تقدرش تعمل لها أي حاجة. وتايم أوت بيجري المدير الفني النادي سبورتنج الكابتن محمد صلاح، 11 النادي الأهلي 4 نادي سبورتنج. شفنا طبعا قبل اللقاء ده فوز فريق نادي الشمس على نادي الزمالك
على تحديد المركزين الثالث والرابع في مسابقة كأس مصر. إرسال قوي من آية ولكن في الشبكة. 5 سبورتينج 11 الأهلي. ابتدى الاستقبال يتحسن شوية مع لاعبات سبورتينج. ولينا طارق ارسال قوي بتسقط بتطلع كورة جميلة جميلة بتجيبها من على خط التلت مريم مصطفى وبتتحطها بليس كده شروق بخبرة علشان تحسن النتيجة 12-5. كاترين على الإرسال إرسال قوي استقباله كرة جاية كده مرفوعة أي كلام كرة قوية جدا بتشوطها نور من مركز 3 في مركز 5 لاعبة صغيرة سن ومتميزة. تلتاشر النادي الأهلي 5 نادي سبورتينج في نهائي مسابقة كأس مصر. كاترين إرسال قوي استقبال وكرة سريعة اترفعت لفرحة قلت لكم لعيبة صغيرة السن لسه تحت 18 سنة شاطتها بشكل جميل جدا في إيد حائط الصد. لما بالاستقبال بيتظبط في نادي سبورتينج بيقدروا يعملوا هجمة جيدة. فرحة واستقبال جيد جدا وكرة من الخط الخلفي قوية من آية حمدي وبترجع تاني لينا بتحط كرة ندى عفوا بتحط كرة بريست ايديها كده في ايد حائط الصد ونقطة مباشرة 7-13. لسه لغاية دلوقتي أول كرة تشوطها آية حمدي من الخطوط الخلفية من مركز 1 إرسال قوي سبال وبترجع الكرة سهلة وبترجع تاني ابتدت بقى تعرف إن الضرب بقوة مش هيعمل حاجة. ندى عمالة تحط كور بريست إيديها كده سوفت بول بتمشيها بإيديها ورا حائط الصد على طول. 8 سبورتينج 13 الأهلي. إرسال خارج الملعب. أربعتاشر تمانية. نور ياسين. إرسال قوي. بتستقبله الليبرو بترجع تاني الكورة. الكورة بتتشاط قوية بترجع تاني. وكرة أقوى من ندى ولما بتتزنق بتدي الآية من مركز 1 الضرب في الخطوط الخلفية وكرة طالع لها دبل بلوك دبل بلوك الفريدة العسقلاني كرة مزنوقة جدا عندها نهلة واقفة في مركز 4 معهاش حد خالص لو كانت اترفعت كانت خلصت بقوة. إرسال سندس مريم بتستقبل نهلة كرة جاية تاني كرة تتحط بريست الإيد ونهلة سامع كابتن فريق النادي الأهلي بتحط كرة جيدة جدا من 4-4 برافو يا نهلة برافو يا نهلة. 15 النادي الأهلي 9 نادي سبورتينج. إرسال قوي شروق استقبال كرة بتترفع وحائط صد جيد جدا من فريدة العسقلاني وآية حمدي الشامي مقفلين الملعب. ستاشر النادي الأهلي 9 نادي سبورتينج
في لقاء يعني جيد من نادي سبورتينج. واضح لاعبات النادي الاهلي طبعا طالعين من بطوله عربيه وبطوله الدوري وبطوله افريقيا وعاملين بصراحه مجهود طيب جدا السنه دي في مشوارهم، موسم ان شاء الله يكلل بالنجاح. ارسال قوي شروق، استقبال وكره جايه سهله، مريم بتطلع ديفنس ونهله بتشوط كره قويه ترجع تاني وبتعدي على نت الشبكه كده وبترجع كره تانيه سهله جدا، والحكمه بتقول كابتن تغريد ان شروق عدت كده بايديها شايله الكوره وهي في الخطوط الخلفيه مش لاعبه اماميه، ملهاش الحق ان هي تعدي ايديها فوق الشبكه. ارسال قوي، استقبال من مريم، الكره بتترفع ونهله بتشوط كوره قويه وبترجع تاني بتفنس من ايه، وكوره بصراحه اللي بترجع دي الكور دي مزنوقه قوي، وشروق يعني المفروض تنط تجيبها ولكن مزنوقه عنها فما فيش بيها كنترول زي ما احنا شايفين كده. ارسال قوي، استقبال، كره قويه وبتتشاط اقوى من فريده العسقلاني من مركز ثلاثه في مركز واحد. برافو يا فريده، متميزه. نهله سامح، ارسالها القوي وكره تانيه بترجع يعني النادي سبورتينج. عنده اللعيبه الرقم 8 سلمى عصام كابتن الفريق بتعرف تتخلص من الكور دي بريست ايديها بشكل جيد جدا، اهي بتلعب على التاتش مش هتقدر تلعب في قلب الملعب علشان حائط الصد فريده وكاترين حائط صد قوي، ومي بتجيب ارسال في الشبكه 18 12 للنادي الاهلي. ارسال فريده العسقلاني، ارسال قوي، استقبال وكره جايه عاليه كده اي حاجه بتعدي، ولكن زي مشروق الكور العاليه المعديه وهي في الخط الخلفي برضه سندس عطيه كوره واضحه جدا هي في الخط الخلفي وعدت ايديها فالحكمه حسبتها عليها 19 12 للنادي الاهلي. فريده العسقلاني ارسال قوي خارج الملعب، فاز نادي سبورتنج تغييره شايفينها اكيد علشان خاطر يدعم فريقه بثلاث مهاجمين على الشبكه. نزل ليلى محمد معده وطلع سندس، سندس الخط الامامي، ارسال قوي، كره قويه بتترفع ودفنس جميل، وليلى بترفع كره جميله بتجيبها لينا طارق بتشوطها من مركز اربعه في مركز خمسه كده بنقطه، ونزل اللعيبه ملك خالد مكان سلمى عصام بيحاول يقوي الهجوم عنده، وكره قويه بتشوطها ايه من مركز اتنين في مركز سته، ايه ما شاء الله عليها صاحبه حلول سحريه في اوقات صعبه شفناها طبعا سواء من الخط الامامي او من الخط الخلفي بيستعين بيها الكابتن حمدي الصافي لما الملعب بيبقى متزنق شويه او مقفول شفنا في بطوله افريقيا، ولكن حلولها ما شاء الله جيده وبتقدر تتخلص من كور كتيره بتبقى صعبه في اوقات صعبه. 21 النادي الاهلي 14 نادي سبورتنج، وتاني تايم اوت بيجري المدير الفني لنادي سبورتنج
الكابتن محمد صلاح. طبعا ابتدى الملعب في سبورتنج عن بداية الشوط الأول يتحسن، ابتدى يبقى فيه استقبال، الأمور ابتدت تبقى ماشية، شايف فيه سريع بيترفع، شايف الكور في أربعة هي مش خلصانة بقوة ولكن في شكل موجود واضح. تغيير الكابتن حمدي الصافي بيجريه، بينزل دانا شوقي وبيطلع شروق فؤاد، دانا أطول شوية، الكور العالية دي وحاط الصد ممكن هتقفل جزء كويس، آية إرسال قوي ومش محتاجين، إرسال قوي بيجي عند هدير وبيقع بنقطة مباشرة. 22-14 إرسال خارج الملعب. 15 سبورتنج 22 النادي الأهلي. لينا طارق ارسال قوي، استقبال من كاترين، الكرة بتترفع وكاترين بتحط كرة في ايد حائط الصد جيدة جدا وخارج الملعب. عندها ميزة جميلة جدا ان هي طويلة وجمبيرة ما شاء الله، كاترين بتقدر تطلع وتبص وتشوف الايدين فين وبتخلص كرة من نقطة عالية علشان تسهل على نفسها الامور. ارسال قوي، استقبال، الكرة بتيجي ملك بتشوطها في ايد حائط الصد وخارج الملعب. ملك خالد اللعيب اللي بيلعب بريست ايده دايما بيبقى متميز، عنده خبرات، بيقدر يخلص كور مهمة. طبعا أجرى الكابتن محمد صلاح تغيير، نزل ياسمين محمد السيد وإرسال قوي بنقطة، تغييرة موفقة، ياسمين إرسالها قوي وجميل ولكن محتاجين نستقبل، نقفل قلب الملعب، كانت واقفة ورا قوي كاترين. 17 نادي سبورتنج 23 النادي الأهلي. إرسال تاني قوي وبتخلص كرة من عالية استقبلتها مريم ونهلة، واضحة كرة جت عالية، راح ادانا مطلع حطها بليس في نص الملعب علشان تخلي نقطة وتفصلنا عن الشوط الأول. 24-17 وإرسال قوي، وليلى عايزة تحط بليس زي اللي حطته كده دانا ولكن بيجي في الشبكة أهو، لتنهي الشوط الأول 25-17. يعني شايفين طبعا رحمة ونرمين ومريم متولي لاعبات على درجة عالية جدا من الكفاءة، طالما في بديل جيد، طالما الفريق في حالة جيدة، وانا شايف ان ان شاء الله بإذن الله مش هيحتاج لهم الكابتن حمدي الصافي الا لو هو عايز يغير للتغيير نفسه. فرق في المستوى واضح، ضغط النادي الاهلي من خلال ارسال وحائط صد واضحين جدا، كور قويه بتخلص بارسالات وحائط صد، وبيعرف ينهي الكوره في الكونتر اتاك، بيعرف يخلصها بشكل جيد جدا، عنده ناس عندها تفنسات عالية وبتحركه بشكل كويس جدا، سواء نهلة أو مريم، يعني بصراحة
تحركاتهم في المنطقة الخلفية جيدة جدا. بداية الشوط الثاني زي ما تعودنا على الكابتن حمدي الصافي المدير الفني ما بيغيرش في بداية الأشواط، مثبت تشكيله زي ما هو، تغيير في نادي سبورتنج بس. طلع سندس عطية ونزل مكانها ليلى، ورجع مرة تانية سلمى عصام، وطلع ملك خالد. زي ما احنا شايفين كاترين ونهلة وآية وشروق، كرة قوية بتتشاط من فريدة، بتحطها في آخر الملعب في مركز خمسة. واحد النادي الأهلي لا شيء نادي سبورتينج. شروق إرسال قوي، استقبال، الكرة بتترفع بتتشاط من ندى، بترجع تاني ونهلة، بتشوط كرة جميلة، بترجع تاني كرة بتعدي سهلة جدا، الكرة بتترفع لنهلة بتتشاط قوية وبيطلع الديفنس وبتترفع تاني، والحكم بيقول في شبكة. اتنين النادي الأهلي لا شيء نادي سبورتينج اهي. شروق فؤاد ارسال قوي، استقبال، بتيجي الكره سهله وبتتحط سريع، ولكن صعب ان تعدي من فريده، بلوكها جيد جدا. مية حاولت تبلس الكره ولكن الكره صعبه. شروق ارسال قوي، استقبال من ندى، وكره برضو مزنوقة على نت الشبكة اهي، في استقبال عايزة تتعدى، ولكن نهلة بخبرة وذكاء تحطها في ايد ليلى. ليلى في الخط الخلفي، استقبال جاي من مي، وحش، الكرة متعدية وكرة قوية، وتشوطها فريدة العسقلاني من 3-1، 5-0 اهي قدامنا، تيجي في ايد حائط الصد وما تطلعش. تايم اوت بيجريه كابتن محمد صلاح المدير الفني لنادي سبورتينج. طول ما في كور جايه من الديفنس جيده، كور جايه من الاستقبال جيده، هيبقى في سريع، هيبقى في ضربه بقوه، هيبقى في تشغيل ملعب بطريقه جيده، سواء في الخط الامامي او الخط الخلفي، هيلعب بطريقته والامور هتبقى ماشيه زي الفل. طول ما في ديفنس واستقبال مش بشكل جيد، مش هيبقى فيه الهجوم بقوه بالشكل ده. 5-0 النادي الاهلي، ارسال قوي، نهله، استقبال، كره جايه سهله بتتحط في الشبكه. 6-0، النادي الاهلي ابتدى يضغط بقوه على نادي سبورتينج، ضغط واضح جدا. ارسال، استقبال، وكره جايه 7-0، ده اللي انا اتكلمت فيه، ضغط النادي الاهلي بالارسال، بيعرف يعمل فارق كويس جدا. ارسال قوي،
فالكورة بترجع سهلة. آية وآية بتشوط كرة قوية في اتحاط الصد سلمى ومي. واحد سبورتنج، 7 النادي الأهلي. كرة بصراحة محطوطة في ايد سلمى، ارسال قوي، كاترين بتستقبل وكرة قوية، وآية بتشوط بقوة، بترجع تاني وبتطلع الكرة، ولينا بتعدي كرة بليز، وبليز جميل من آية، ولينا بتعدي تاني كده بريست ايديها، وكرة رايحة، ورالي بقاله 3 كور 4 كور، بينتهي بكرة محطوطة في الشبكة. 2 سبورتنج، 7 الأهلي. ندى ارسال قوي، استقبال، وفريدة، فريدة العسقلاني بترد من نص الملعب بقوة، هو ده مفتاح اللعب بتاع النادي الأهلي، مفيش حد يعرف يعمل حاجة. 8-2، 8 النادي الأهلي، 2 نادي سبورتنج. نص الملعب أدام الكرة وصلت على رأس المعدة، الوضع هيبقى صعب جدا. السناتر هيشوطوا بقوة، لاعيبة مركز ثلاثات عندهم من الخبرات إن هم يقدروا يخلصوا الكور المرتدة دي بقوة. 8 النادي الأهلي، 2 نادي سبورتنج. نهلة سامح، إرسال قوي، استقبال، كرة بتترفع باك وبتتحط، ولكن مزنوقة، حائط الصد الجيد. 9 النادي الأهلي، 2 نادي سبورتنج. ارسلنا لها ارسال قوي، استقبال، كرة بترجع تاني، تتشط من الخط الخلفي خارج الملعب، خارج الملعب. ندى عشرة اتنين. نهلة سامح ارسال قوي، مي بتستقبل وكرة بترجع تاني، و حكم الدولي قالت ان في تعديه ايد كده. بيجري الكابتن محمد صلاح تغييره، ملك عمرو مكان مي، تلعب ارسال، ثلاثة عشرة، ارسال قوي، استقبال من نهلة، وكرة بتتحط كده بريست ايد، وكرة قوية جدا بتشوطها كاترين من مركز 4، بتيجي في الديفنس والكرة ما تطلعش، شكلها قوي جدا متشاطة في اتحاط الصد، ما تتلحقش. 11 النادي الاهلي، 3 نادي سبورتنج. فريدة العسلاني ارسال قوي، استقبال، وكرة بتترفع من نص الملعب، وفرحة بتعدي كرة وبترجع تاني، ونهلة بتعدي كرة بريست ايديها من مركز 6، وكرة بتتشاط بحائط صد قوي من كاترين ونور ياسين، من سلمى عصام، قافلين طبعا قلب الملعب كويس جدا. 12-3، ابتدى الفرق يبقى واضح. فريدة ارسال قوي واستقبال، بيجي وخارج الملعب من ندى. 13-3، ايوه كده، نركز في ارسالاتنا، ارسالاتنا هي
اللي هتعمل فارق جيد جدا. واضح ارسال فريدة مميز، وبتيجي داخل الملعب، اللاعبات بيقولوا ان هي الكورة خارج الملعب. ياسمين محمد بتقول الكورة خارج الملعب، واكيد الحكم الاول سأل الحكم الثاني قال له ان هي خارج الملعب، حسبها لنادي سبورتنج 4-13. سلمى معاها الارسال، ارسال قوي واستقبال من نهلة جيد، وكرة قوية وبتتشاط كرة اقوى من كاترين، وبترجع تاني ياسمين بتشوط كرة في ايد حائط الصد، وبترتد الكرة ونور ترجعها بريست ايديها، ولكن الحكمة بتقول ان الكرة على نور، هي طبعا قادرة ولكن الكرة بعيدة عن نور. كرة قوية بتتشاط من كاترين، بترجع تاني بكرة متسنسة من ياسمين، بترجع تاني نهلة نفس الكرة، ويعني ليلى كده بمكر بتحط كرة بتسقطها في نص الملعب، بتيجي في ايد نور و ما بتعلاش. 6-13 الاهلي بعد ما كان 13-3، جابوا 3 نقط. ارسال قوي مريم، وكرة بتتشاط قوية جدا. قلتلكوا لما بيبقى عايزين حلول بتيجي آية في وقت مناسب جدا. طلعت طبعا نور ياسين ونزلت مريم متولي، لاعبة متميزة مريم. ارسال قوي، استقبال، كرة سريعة بتتحط سهلة، بترجع تاني بتترفع في مركز واحد، بتحطها آية بقوة، وبترجع تاني الكورة، وسلمى بترد عليها، بيجي ديفنس جيد، وكورة قوية بتشوطها مريم، بتيجي في ايد حائط الصد وبترجع تاني. الكور اللي هي اوت اوف سيستم دي محتاجة حد يكون متدرب عليها بشكل كويس، اللي هي مش منظمة. وكاترين بتنهي الهجوم بعد رالي 3-4 كور كده، بتشوط كرة قوية من مركز 4 في مركز 5 اهو. الديفنس ما عملهاش حاجة. 15-6 ارسال قوي من آية حمدي بنقطة مباشرة. 16-6 كرة نازلة في نص الملعب بعيدة عن ندى، شايفين التركيز من اللاعبات. طبعا موسم طويل مليء بالإجهاد ومليء بالمشحنات والبطولات والإنجازات. شروق قدامنا، معدة فريق النادي الاهلي متميزة، لعبة لغاية دلوقتي 3 بطولات، والحمد لله التلاتة كللوا بالنجاح. ارسال قوي، استقبال من ندى، وياسمين بتشوط كورة قوية وحائط صد جيد. كاترين ومريم متولي قافلين الشبكة تماما. 17 النادي الاهلي، 6 نادي سبورتنج. ارسال قوي، وكرة بتتعمل ولج كده
بس عالية شوية لفرح، بترجع تاني من كاترين جميلة، كرة بترجع سهلة، وكاترين بتحط كرة بليس ليبرو طبعا، سارة طارق يعني بتطلع كرة جميلة، ومريم متولي كرة تجيبها شبكة اهي، كان احسن لو عدتها على طول. 7-17 ياسمين مثال قوي، استقبال ومريم متولي بتشوط كرة قوية بتيجي في ايد حائط الصد وبترجع تاني، وحائط صد جيد، وكرة بترجع تاني تطلع من كاترين، وكرة قوية بتشوطها كاترين بتيجي كده بصعوبة وبترجع تاني الكرة، وشروق فؤاد بتحط كرة جميلة جدا بليس في نص الملعب، مفيش حد متوقعها. 18-7 كاترين ارسال قوي، استقبال، كرة مرفوعة والليج باك، ولكن حاط الصد جيد جدا نهلة ومريم متولي. بتيجي في ايديهم وخارج الملعب. خارج الملعب 8-18 فرحة على الإرسال. سلف الشبكة 19-8 طبعا اللعيبة استعجلت في لعب الإرسال. مريم متولي إرسال جيد، استقبال، كورة بتيجي صعبة. 20 النادي الأهلي 8 نادي سبورتينج، وتايم أوت بجري الكابتن محمد صلاح. يعني واضح جدا الشوط الثاني هيبقى صعب على نادي سبورتينج ان هو يجيب فيه نقط بسهولة. ضاغط النادي الأهلي بإرسالاته، مش مدي مساحة ان يبقى فيه استقبال ولعب من نادي سبورتينج. مريم مصطفى، مريم متولي، واستقبال جاي سهل، كرة بتعدي وكرة قوية بتشوطها نهلة من 4-5. مريم متولي ارسالها جيد جدا، نهلة بتشوط كرة قوية. 21 النادي الاهلي 8 نادي سبورتينج. رجعت تاني مريم متولي بتلعب الارسال من مركز 5 في مركز 5، كرة قوية بتشوطها نهلة، ولكن الديفنس جيد، وكرة أقوى بتشوطها ولكن بتيجي في حائط الصد. ندى وبتحسن النتيجة 9-21 النادي الأهلي. غير تغييرتين كده الكابتن محمد صلاح الشوط ده. كاترين بتستقبل، كرة جاية مش مظبوطة، بترجع تاني، وآية بتشوط كرة قوية بترجع بتفنس سهل، وكرة أقوى من نهلة زي ما احنا شايفين كده بترجع برضو، وان ليج جميلة جدا بتشوطها فريدة العسقلاني مرفوعة جميلة، ولكن خارج الملعب. 10-21 ارسال من مريم مصطفى، بتستقبلها كرة كده
11-21 ارسال قوي كاترين، الكرة قوية بتشوطها فريدة، ترجع تاني كرة أقوى بتطلع من كاترين ديفنس وبتعدي سهلة وبترجع كده كورتين تلاتة وكرة خارج الملعب. 22 النادي الأهلي 11 نادي سبورتينج. ثلاث نقط جابهم نادي سبورتينج. شروق ارسال قوي، استقبال خاطئ من ندى. 23-11 ارسال قوي وشروق وكرة جاية سهلة بترجع تاني وبترجع يعني بصعوبة جدا وبتيجي كده برضو في راحة كده في اللعب مش ضاغطين. نهائي 12 سبورتنج 23 النادي الاهلي. ندى وارسال في الشبكة، نقطة وتفصلنا عن الشوط الثاني. طلع ياسمين محمد ونزل مكانها لينا طارق. نهلة سامح كابتن فريق النادي الاهلي وكرة بتتحط قوية بتطلع بدفنس جميل وبترجع تاني وكرة قوية بتتحط بتتشاط من مي في ايد حائط الصد فريدة و 13-24 ارسال مي، استقبال كرة بترجع تاني وبتعدي كرة مريم مصطفى خارج الملعب. استقبالاتنا محتاجة تتظبط. ارسال مي، استقبال مريم وكرة بتترفع وبصراحة مزنوقة كده وكاترين بتشوط كرة قوية بترجع تاني بتحطها كاترين بريست ايديها في نص الملعب لتنهي الشوط التاني 25-14. انتهى الشوط الاول 25-17، الشوط التاني 25-14. اعتقد ان في اريحية في اللعب كده، كان ممكن الشوط يخلص بأقل سكور من 14 لو الكام كورة استقبال والكورة اللي ضاعت دولت قدرنا ان احنا نجيبهم. اعتقد ان الوضع ممكن يبقى احسن كمان من كده، في ضغط واضح جدا وباين من فريق النادي الاهلي وفي قدامنا نادي سبورتينج. اللاعبات طبعا ده يعتبر اخر ماتش في الموسم 2017-2018، انتهت البطولة العربية والافريقية والدوري، ده نهائي بطولة الكأس. اعتقد ان بيبقى فيه زي استرخاء كده من بعض اللاعبات كله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص موسم طويل من مباريات بيبقى محتاج يريح، ما ريحوش الفترة دي كلها فبيبقى في نوع من الإجهاد واضح على لاعبات سبورتنج. سبورتنج للتأهل للنهائي فاز على الزمالك بنتيجة 3-2. كانت مباراة قوية من الفريقين فطبعا طلع كل المخزون بتاعه في مباراة الزمالك علشان يصل إلى النهائي.
من المرات القليلة جدا اللي نادي سبورتنج بيوصل لنهائي كأس مصر. ولكن بيؤدي أداء جيد في بطولة كأس مصر، وشفناه وهو بيلعب قدام البطولة العربية برضو كان بيؤدي أداء جيد. نادي الأهلي طبعا الكابتن حمدي الصافي مثبت التشكيل بتاعه، مريم متولي وفريدة العسقلاني ونهلة وكاترين وشروق وآية. قدامنا طبعا تشكيل سبورتنج واضح جدا زي ما هو، مرجع لينا وندى شروق فؤاد، ارسال قوي، ارسالاتها طبعا المعهوده، وكوره بترجع كده بسهوله بتطلع تاني، وآية بتشوط كوره قويه، وسندس رجعت مكان ليلى، وكرة أقوى بتنزل بريست الإيد، طبعا في اعتراض، وكرة قوية جدا من ندى، ولكن حائط الصد القوي المكون من فريدة العسقلاني ونهلة سامح ما يعديش الكرة. واحد النادي الأهلي لا شيء سبورتنج، شروف فؤاد إرسال قوي، واستقبال كده من مي، كرة راجعة سهلة وبتهاجم بقوة فريدة، ولكن حاط الصد جيد، وكرة مزنوقة تانية من شروق، وكورتين مزنوقين، ولكن الكرة بترجع بشوطة من نهلة قوية بتيجي في الديفنس وخارج الملعب. قدامنا بكورتين هم فعلا مزنوين قوي شروق، ارسال قوي، استقبال، وكرة جاية بتتحط، كاترين بتطلعها، وكرة نهلة بتسقطها في نص الملعب بمنتهى الذكاء، برافو يا نهلة، تلاتة لا شيء. بيستفيد النادي الأهلي بإرسالات شروق وآية، واضح بتسحب منهم كل شوط أربع خمس إرسالات، وكرة قوية وتفنس، ونهلة بتشوط كرة قوية جدا من مركز أربعة، في مركز أربعة بريست إيديها، يجيد النادي الأهلي استخدام الكور الكونتر اللي بتجيله من الخصم، بيعرف يعمل منها هجمة، وده سبب نجاح النادي الأهلي وفريقه في الفترة اللي احنا شايفينها دي. كورة اهي زي ما احنا شايفين بتيجي، بيطلع ديفنس، وشروق بتدي لتشكيلاتها اللي هي متفقة معاها، وآية بتخلص كورة قوية من مركز اتنين في مركز خمسة في حائط الصد وخارج الملعب. خمسة النادي الأهلي لا شيء نادي سبورتنج. شروق إرسال قوي، سارة بتستقبل كورة فوق منها، بتيجي الكورة سهلة، ومريم مصطفى بتستقبل، بتطلع ديفنس عفوا، وبتطلع الكرة قوية من نهلة، وحائط صد جيد جدا من آية وفريدة، ترجع تاني وندى، دي تاني كرة ليها، الملعب مقفول، وفريدة مركزة جدا في النقطة اللي بتشوط فيها، وستة النادي الأهلي لا شيء سبورتنج، وتاني ده طبعا ده التايم الاوت اللي طالبه الكابتن محمد صلاح، وشفنا الشوط الثاني بنفس الاسلوب، ستة لا شيء، سبعة لا شيء، تايم اوت بيجريه الكابتن محمد صلاح علشان يعدل النتيجة. اذا ضغط بداية الشوط بارسالات النادي الاهلي ما بيديش مساحة لنادي سبورتنج اللي هو يلعب معاه ويبقى فيه بينهم لعب كتير.
وادي الكرة رقم 7 من إرسالات شروق فؤاد المؤثرة. 7 لا شيء. ده اللي احنا بنتكلم فيه. إرسال قوي. استقبال سارة. الكرة بترجع. وأول تكنيكال تايم أوت في الشوط الثالث 8 لا شيء. 8 إرسالات منهم 4 إرسالات بنقط مباشرة. جايين بداية مفتاح للعب جيد بتأثر الطريق فيه بشكل غير طبيعي شروق. هيخش دلوقتي سبورتنج الشوط. عمال ما يجيب نقط هيبقى 8 لا شيء. تلت الشوط راح. بضغطة من إرسالات شروق. إرسال قوي. استقبال طبعا زي ما احنا شايفين. الكرة بتتحط كده بليس. ما قدامهاش حاجة غير انها تحط كرة بليس بالشكل ده. ندى. واحد 8. إرسال استقبال. هي بتستقبل وكرة بتتشاط قوية جدا من فريدة. 9-1. حلول السريع طبعا حلول جيدة. نهلة سامح كابتن فريق النادي الاهلي. ارسال قوي. الكرة بتيجي سهلة بتترفع لكاترين بتشوطها بقوة في اتحاط الصد وخارج الملعب. كرة مزنوقة جدا ولكن كاترين عندها حلولها. تغييرة بتطلع نهلة سامح وبتنزل رحمة المهندس رقم 14. خلاص اعتقد ان الكابتن حمدي اطمئن على الشوط. رحمة ارسالها جيد. استقبال وسلمى وحائط صد قوي من كاترين وفريدة. والشبكة فعلا مقفولة من الجبهة دي. رحمة ارسالها مميز. لاعبة متميزة. ارسال قوي. استقبال. الكرة بترجع تاني ولينا بتشوط كرة ولكن يعني في تاتش كده. لعبة رقم 11 آية ليبرو التاني لفريق النادي الأهلي. اتنين نادي سبورتنج 11. قدامنا ارسال اللعبة رقم 20 هند. ارسال قوي. استقبال وكرة بتشوطها كاترين قوية جدا من جنب ايد حائط الصد. ما يعرفش الديفنس يعمل لها اي حاجة. شيطها بقوة في قلب الملعب. 12-2. فريدة وارسالها القوي. ندى بتستقبل. سندس بترفع كرة جيدة سريعة وبترجع تاني. الكرة بتحطها مريم جميلة وكرة متسنسة كده بترجع وبتيجي آية بتحط كرة جميلة في ايد حائط الصد وفي نص الملعب. وبتكلم شروق اهي مزنوقة سنة محتاجة تطلع بره سنة. يا شروق 13-2. فريدة ارسال في الشبكة. 3 سبورتنج 13 النادي الاهلي.
شايفين نرمين المنشاوي نزلت وكرة، أول كرة بتشوطها نرمين المنشاوي سنتر بلوك النادي الأهلي، ومن جنب إيد فرحة، وتغييرة أيضا دانا 14 النادي الأهلي 3 نادي سبورتينج. إرسال قوي، استقبال من ندى رافعة، وكرة قوية بتتشوط خارج الملعب. كده أنا شايف لاعبات النادي الأهلي مركزين. استقبال، كرة قوية بتتشاط وحائط صد ودفنس جيد من آية، وكاترين بتشوط كرة قوية بتيجي جنب ايد سارة، و 16-3. يعني انا شايف ما شاء الله في اداء جيد ومميز جدا واضح على لاعبات النادي الاهلي بالتغييرات اللي عملها كابتن حمدي الصافي الفترة الاخرانية، وهناك مجهود طيب جدا من الاساسيات في الشوط الاول والثاني، انتهى طبعا بقوه واثاره ولا بديل عن الفوز 25-17 25-14. وابتدى يغير في الشوط الثالث الكابتن حمدي، ونزل مكان مريم مصطفى، ونزل ايضا رحمه مكان نهله، وطلع فريدة ونزل مكانها نرمين. أنا شايف إن في مجهود طيب جدا 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 في النادي الأهلي، وفي ضرب موجود ولكن بتيجي في إيد حائط الصد لينا قدامنا لينا طارق. إرسال قوي من مركز ستة، استقبال رحمة، كرة بتترفع من دانا، وكرة بتتشاط قوية من آية، ونقطة 17-4. كرة متشاطة بقوة من آية من مركز واحد. 17-4. إرسال قوي، كاترين استقبال، كرة بتيجي سهلة ورحمة بتشوطها بقوة، بترجع تاني، وندى بتحط كرة في نص الملعب بسهولة. 5-17. يعني اعتقد ان المفروض ان تعرف ان هي مش هتشوط بقوة، الملعب متقفل كويس. تغيير الكابتن محمد صلاح، يمنى بتنزل بتلعب ارسال قوي، وكرة قوية جدا من نرمين. 18-5. متميزة نرمين. إرسال قوي من نرمين، سارة بتستقبل، سندس بترفع كرة قوية، ندى بتحط الكرة من مركز أربعة في مركز واحد من جنب إيد دانا، وبتجيب نقطة. وادي مايا ممدوح، وكده الكابتن حمدي لعب بالصف الثاني كله حتى الآن. إرسال قوي، ليلى استقبال، كرة بترجع تاني، ورحمة بتحط الكرة برست ايديها، بتطلع تاني قوية، وسلمى بتشوط كرة أقوى، وفي إيد حائط الصد وخارج الملعب. نقطتين على التوالي. ليلى على الإرسال، إرسال قوي، استقبال من آية، كرة بتترفع وبتتشاط من رحمة، بتيجي في إيد سلمى، و
19 7 دانا شوقي ارسال قوي واستقبال من سارة سيء 20 النادي الاهلي 7 نادي سبورتنج و تايم اوت بجري مدير الفني لنادي سبورتنج الكابتن محمد صلاح فارق طبعا واضح كبير عمل كل تغييراته عمل كل ما في وسعه ولكن فرق في المستوى واضح نادي الاهلي عنده بديل لعب طبعا بالاساسيين اول شوط وتاني شوط وبعد كده ابتدى يبدل برضو الاحتياطي زي الاساسي عنده في نفس المستوى ده انا شوقي ارسال قوي استقبال الكرة بتيجي كده بترجع سهلة ورفعة ورحمة بتشوط كرة قوية وتفنس بيرجع تاني الكرة برضو من رحمة بتشوطها وصارة وفريدة العسقلاني بقى بتخلص كرة جميلة جدا جايلها على الشبكة بتحطها من مركز اتنين في مركز اتنين 21-7 دانا شوقي لعيبة صغيرة السن مواليد 2000 بيحاول الكابتن حمدي يطلع العناصر الصغيرة عشان بعد كده يبقى ليهم مكانة كرة ورحمة بتشوط كرة جميلة من مركز 4 في مركز 1 ولينا راحة طبعا متأخرة اتنين وعشرين النادي الاهلي 7 نادي سبورتنج دانا لاعبة صغيرة السن ومتميزة واستقبال خاطئ كده استقبالات نادي سبورتنج بصراحة في هذا اللقاء كانت واضحة جدا ان هي كانت ضعيفة وإرسالات النادي الأهلي كانت قوية جدا من بداية اللقاء قدر إن هو بيجيب لا يقل عن 8 كور من بداية كل شوط بضغط إرسال قوي من 3 لعيبة موجودين سواء شروق أو نهلة أو آية بصراحة عاملين فارق كبير وعاملين جابة واسعة ما بين مستوى الفريقين كرة بتتحط كده بريست الايد من رنا متميزة ونقطة وتفصلنا عن الشوط واستقبالة خاطئة من سارة وإرسال قوي و25 8 بنقول ألف ألف مبروك فوز النادي الأهلي بمسابقة كأس مصر في لقاء قوي ومثير من الفريقين ولكن استطاع النادي الأهلي أن يفوز بمجهود أولاده إن هم عملوا مباراة قوية جدا ألف مبروك ومزيد من التقدم إن شاء الله شكرا كان معكم معلقكم أسامة أبو زينة شكرا وإلى اللقاء